إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، أيها المسلمون، إن كثيرا من المسلمين اليوم لما شغلتهم الدنيا عن دينهم وأشرب في قلوبهم حبها، جل في أعينهم من نجح فيها وبلغ أعلى الرتب وصار يشار إليه بالبنان. فإن كان لهم أولاد حرضوهم وحثوهم على الاجتهاد في الدراسة لينالوا الشهادات العليا ليحوزوا بها المناصب العظمى، وحينئذ فرحوا وابتهجوا وبنجاح أولادهم على الناس افتخروا، مع أنه ينبغي على المسلم أن يجل في عينيه من نجح في دينه فوفقه الله تعالى للعمل الصالح والعلم النافع. ومن باب أولى إذا كان هذا الموفق قد أخرجه الله تعالى من صلبك. أليس الله تعالى قد أخبر أن من دعاء الصالحين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين؟ قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن هذه الآية: أما إنه لم يكن قرة أعين أن يروه صحيحا جميلا، ولكن أن يروه مطيعا لله عز وجل. وسئل الحسن البصري رحمه الله تعالى عن هذه الآية: أهذه القرة أعين في الدنيا أم في الآخرة؟ فقال: لا والله، بل في الدنيا. قيل: وما هي؟ قال: هي أن يرى الرجل المسلم من زوجته، من ذريته، من أخيه، من حميمه طاعة لله. ولا والله، ما شيء أحق إلى المرء المسلم من أن يرى ولدا أو والدا أو حميما أو أخا مطيعا لله عز وجل. انتهى كلامه رحمه الله. لكن لشديد الأسف، بالإضافة إلى كون كثير من المسلمين اليوم لا يهتم أن يربي ولده تربية حسنة إسلامية، جعل يتشاءم إذا رأى منه هداية وصلاحا وإقبالا على الخير واجتهادا في العبادة، ولربما زجره في ذلك ووبخه وعنفه، بل بلغ ببعضهم إلى أن نهاه عن ذلك ومنعه، وكأنما يقوم به شر وفساد. أيها المسلمون، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاث: إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. ويقول أيضا صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يرفع الدرجة للعبد الصالح في الجنة فيقول: يا ربي، من أين لي هذا؟ فيقول: باستغفار ولدك لك. عباد الله، إن صلاح الولد واستقامته من أكبر النعم وأعظم المنح، وقد قال الله تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. إي والله، حق لك أن تفرح إذا رأيت ولدك يصلي ويحفظ القرآن ويقوم بأداء الواجبات ويجتنب الفواحش والمحرمات، ولا يزني ولا يسرق ولا يشرب الخمر ولا يتعاطى المخدرات. سألوا من ابتلي من الآباء والأمهات بأولاد وبنات قد جمعوا أنواع الشر والآفات، هل تطيب لهم الحياة؟ ألم يأتكم نبأ نوح عليه السلام إذ قال لابنه: اركب معنا ولا تكن مع الكافرين؟
قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. وحال بينهم الموج فكان من المغرقين. وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. إلى أن قال ونادى نوح ربه فقال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن أولادكم من كسبكم، فاتقوا الله عباد الله، اتقوا الله في أولادكم واجتهدوا في تربيتهم وتأديبهم وتعليمهم الخير، واسألوا الله هدايتهم وصلاحهم، واشكروه فبشكره تدوم النعم، ولا تكفروا نعمه فبكفرها تزول النعم وتحل النقم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم وفي أحاديث سيد المرسلين، ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.